الحر الصراحة السنة دي زيادة عن اللزوم قوي عن كل سنة، فمعرفش ده يعني نتيجة حاجة في البيئة ولا ثقب الأوزون ولا ايه بالظبط. وطبعا بخرج بحكم ان انا بشتغل كل يوم، فترة النهار دي لازم بخرج فيها، وبحاول ان انا البس نظارة شمس، البس كاب، او يعني واخد معايا ما ساعة لغاية بس ما الدنيا تتظبط ان شاء الله. الجو حر جامد ومش عارفين نشتغل ولا عارفين اي حاجة، يعني حتى بنخرج من بيوتنا حتى السواقين والميكروباصات يعني مدهولنا هم والحر، مش عارفين يعني هنعمل ايه الحكم ربنا. الجو حر سيادتك زي ما انت شايفه كده، بس احنا شغالين برضو الحمد لله، لازم نشتغل وننتج وبتاع، هنعمل ايه؟ مش كويس وحر جدا وخلاص الناس زهقت وهنطلع من هدومنا كمان شوية، بس فاضل لنا تكة. الموجة اللي حصلت في مصر دي يمكن غريبة شوية على البلد اللي اتعودنا عليها، لكن في بعض الناس انا منهم كنت مثلا قاعد بره في الكويت، فواخد على الحال اكتر من كده، فبالنسبة لي مش هتفرق معايا قوي، لكن في غيري بشوف الناس طبعا يعني في حالة قهر جامد، لدرجة في ناس ممكن ما تروحش الوظائف الحكومية. وبالفعل لو النهارده بصيت في الوظائف الحكومية النهارده تلات ارباع او مش عايز اقول يمكن النص بالظبط قاعد في بيته ما راحش.